أهم تطورات في العراق والعالم نتابعها بدقيقتين. قوى سياسية ترفض التعطيل المستمر لتشكيل الحكومة المحلية في ديالى وتبحث حلا للأزمة. الخنجر يحث أعضاء مجلس محافظة بغداد عن السيادة على إيلاء الأولوية لمصالح الناس. و5500 حريق في 5 أشهر، والداخلية تعدها أقل من حصيلة العام الماضي. رفضت مجموعة من القوى السياسية في ديالى لتعطيل المستمر لتشكيل الحكومة المحلية. وفي مؤتمر صحفي مشترك قال النائب عن تحالف العزم رعد الدهلجي إن القوى السياسية المتحالفة قررت التواجد في مجلس المحافظة للخروج بحل للأزمة. استقبل رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر أعضاء مجلس محافظة بغداد عن الحزب وناقش معهم أهم ما يمكن تقديمه للمواطنين. بيان الحزب ذكر أن الخنجر شدد على أهمية تقديم المصلحة العامة على كل ما سواها، وأن يكون المنصب أداة لتلبية حاجات الناس وما يمكنهم من العيش بكرامة. قررت مفوضية الانتخابات تمديد موعد تسجيل الكيانات والأفراد الراغبين بخوض اقتراع برلمان كردستان 3 أيام. بيان المفوضية ذكر أن آخر موعد لتسجيل نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل، وكان مقررا أن تنتهي اليوم المدة المحددة للتسجيل لانتخابات برلمان الإقليم. كشفت وزارة الداخلية عن حصيلة حرائق العراق منذ بداية العام الحالي، مؤكدة أنها بلغت أكثر من 5500 حريق خلال 5 أشهر. وخلال مؤتمر صحفي في بغداد قارن المتحدث باسم الوزارة مقداد ميري حرائق هذا العام بحوادث السنة الماضية، مبينا أنها تقارب النصف. أكد المتحدث باسم الصحة سيف البدر التزام الوزارة بتطبيق إجراءات السلامة والأمان داخل جميع المراكز والمستشفيات لتجنب الحرائق. وأشار البدر في تصريحات ليو تي في إلى تعليمات وزارة الصحة للوقاية من الحر الشديد، فيما حث المواطنين على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس هذه الأيام. للمزيد تابعوا منصات يو تي في على مواقع التواصل الاجتماعي.